برايك مين احسن كقوه بين الاي 13 والام 12؟ طيب من ناحيه المقارنه ما بين الجهازين من ناحيه اللي انت ذاكره الرام والذاكره فاكيد الام 12 متفوق، رام 6 على 128 الذاكره هناك 4 على 64. كقوه من ناحيه المعالجين للجهازين فالاثنين تقريبا متساويات، اكزنس 850 فتقريبا المعالجين متساويات الى حد ما، كذلك الشاشه متساويه، هذه تي اف تي هذه اي بي اس مش فرق كبير، الاثنين بنفس الفئه، بطاريات متساويه، الاختلاف تقريبا في موضوع الكاميرات اللي هي 13 50 ميجا بكسل هذه 48 ميجا بكسل اجت، كذلك التصميم الخارجي اجى مختلف تماما، الاي 13 تفوق بكثير بصراحه، منظره رائع جدا، اجى بتصميم زي ال 32 او اس 22، جاز من ناحيه منظر وتصميم فهو رائع جدا، شاشته اجت عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس الجيل الخامس، هان ما اجت، لكن كقوه ما بين الجهازين بشكل عام فالاثنين متساويين او متقاربين، لكن الحاجه الوحيده اللي كانت الاختلاف فيها انت اللي هو الرام 6 على 128 هان 4 على 64، فاكيد الام 12 خيار افضل لك، ولكن اذا بدك جهاز فخذ الاي 13 6 على 128 افضل من الام 12، تصميم بوزن الجهاز كاميرات متفوقه، برايي الاي 13 6 على 128 خيار ممتاز لك، لكن سعره اغلى شويه.